مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة الأردن اليوم، تشاهدون الآن في البث الحي والمباشر. استنى 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 حوالي 30 شخص ما بين جريح وبين شهيد وبين أطفال، لكن نحن حتى لحظة لم ننتهي من عملية البحث عن المفقودين وإزالة الأنقاض. انتهينا من مرحلة أولى هي مرحلة هذا البيت، تقريبا انتهينا منه. جار الآن من قبل طواقم الدفاع المدني التأكد من عدم وجود أي مفقودين أو أي مواطنين تحت هذه البناية، وبالتالي سوف ننتقل أو ما زلنا نعمل في البنايتين المجاورتين ولم ننتهي بعد، لكن الواضح أن هناك قوة تدميرية شديدة تعيق عملنا في الدفاع المدني بسبب هذه القوة التدميرية الشديدة. كما ترون يعني قوة تدميرية يعني أصبحت هذه الأبنية أبنية منهارة بشكل تام. قلة الإمكانيات والآليات الثقيلة الموجودة طرف الدفاع المدني عائق. حجم وعدد المهام أو عدد الضربات وعدد ما يسببه العدو الصهيوني من كوارث في قطاع غزة تجعل من الصعب أن نقوم بمهامنا بوجه المطلوب، خصوصا أنها هذه مهمات صعبة ومهمات يعني في نفس الوقت مهمات كثيرة تعيق عملنا، بالإضافة نتعامل مع أرواح مواطنين، وبالتالي أن الاستجابة لإخوان المواطنين يعني كنا نسمع بداية عملنا في البحث عن المفقودين كنا نسمع بعض المواطنين. إحدى المواطنات استمرت في التواصل معنا عبر جوالها حتى الساعة 3 من الصباح هذا اليوم، ثم فقد بها اتصال.